الوفاي برجولها انت عليكم ازاي سلام لأي واحد هران وبتعتنى صاحبي رجولة مع الحريم ومعايا مستبدل لمعتك زعلان عليك قوي يا صاحبي طب انت تستاهل انا شلتك في بيتك يا ابو الرجولة وانت على طول مستبدل انت خبير جوهرنا لا منه انت خبير جوهرنا لا منه كل ما يسكر يحضر جنبه انا بشرب من كتر الهم انتوا ملايكة طب الله يعينكوا ما تستاهلش سالفة اسمع سالفة كده يا رجالة النبي اللي عندنا طب تنور كده عشان نروح عشان اللقطة انتوا ملايكة طب الله يعينكوا حوش السبحة تفلت منكوا والله خلصت بيني وبينكوا ده انتوا مفيش تأجير ولا دم شرط شهور على الظهور كل عويل في غيابه وحضوره كله عايش لي في دور مش دوره وانا سماعه لو قدام مين يلا افتح يا اللي زعلني من فيكم كان حني وشني نفسي واحد فيكم يسألني وانا سماعه لو قدام مين الرجاله هترد عليا كلام جميل كلام معقول ما اقدرش اقول اي حاجه عنه بص اقول لك الفرق ان بره بيكون الرصاص الرصاص بياخد الهوا انما انت لو فاتك بياخد الهوا وده فيه بس عليه بس انا مروحش انا المفروض التاني عشان احنا بنقول لك انا الرجاله السابقه تتعاقب في الصعبه احلى مستحيل من سنه فاتت يا سيدي حي يا عالمي يا سيدي يا حي انتوا ملايكة طب الله يعينكوا وش السبحة تفلت منكوا والله خلصت بيني وبينكوا انتوا مفيش تأجير ولا دم سلامات اترك علينا بقى اللي انتوا رايقين من انا ولا ايه طب صلي على النبي الطيقة فضحتكوا لما بكت عشريش الطيقة فضحتكوا لما بكت عشريش بتحب مصالحكوا في ظهري ما تحموش قدام وشافوا المال زي الكلاب مصاعير وعشان انا ابن حلال كرهوا اللي ليه الخير اختاروا يمشوا شمال عشان يكون مشاهير والحمل لما تقل بالقليات يا نشير يا صاحبي بالامانه يا صاحبي خانه
انا عايز ان الثلاث فوق يا رب امك تشيل النبي اللي كنت علينا بقى طلب من اخواته الكبار والفرح ما فيش حد صغير من اصغركم اكثركم فوق راسي يا رب تشوف فرحه زي كده اللي تقوم تقف وابعد ليها من مكانها يا رب ما تعدم امك ابدا يا رب ما تعدم امك ابدا يا رجاله انت في مشاكل في البيت ولا ايه؟ اللي يحب النبي يرفع عليه الدور يا صاحبي بالامانه طلعت السبت يا صاحبي بالامانه شفت اللي فوق ده طلع واعمل اللي نمت الشروط يطلع واعمل كده كده كده